كلمة عظيمة وخطيرة جدا، إذا قلتها 3 مرات تحقق لك كل ما تريد وكل ما تتمنى في لحظة واحدة وفي رمشة عين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم متابعين قناة روحانيات وأسرار مع أحمد ستون. يا رب دايما تكونوا بخير وفي أتم الصحة والعافية دايما يا رب. نسمي الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وفضلا وليس أمرا، الضغط على زر اللايك إذا عجبك الفيديو، والاشتراك إذا كنت من المتابعين الجدد، وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. وقولوا معايا هذا الدعاء: اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فأكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه. آمين آمين يا رب العالمين. سنتحدث اليوم عن فائدة عظيمة، فائدة من الجواهر الفريدة والسريعة بنجاحها وتسخيرها، كلها أسرار عجيبة ربانية. بفضلها سيتحقق لك ما تريد وما تتمنى، سيسخر لك الله جميع الخلق، ويكون لك كرامات وجاه ورزق كثير ورفعة عجيبة بين الناس. ستقضي حاجتك وتجلب محبة الناس، وتكون محبوبا ومقبولا ومهابا أينما ذهبت، والحظ السعيد سيرافقك في طريقك أينما كنت. سيعطيك الله رزقا كثيرا ويغنيك من فضله، وييسر أمورك ويفك عنك الكرب والشدة بإذن الله، وسيتغير حالك إلى الأفضل بإذن الله. هذه الفائدة شرطها الوحيد لضمان نجاحها هي أن تستعملوها في الحلال وفيما يرضي الله، لتتسخر معكم بسرعة البرق بإذن الله، وأن تطبقها وأنت عندك يقين وثقة بالله عز وجل. وعلى بركة الله نبدأ في شرح تفاصيل الفائدة. أولا، تكون طاهر الثياب والبدن وأنت جالس في مكان طاهر ونقي. تجلس لوحدك بعيد عن أعين الناس، وبعيد عن الناظرين، وبعيد عن الضجيج. فكر فيما تريد أن يتحقق لك، فكر في نيتك، واستحضر مشاعر السعادة والفرح وأنت تنوي نيتك بقلب خاشع وصادق لله جل وعلا. ثم اقرأ هذه الكلمة المعجزة والعظيمة في خشوع تام ونية خالصة. رددوا كلمة فضل بهذه الطريقة 3 مرات. كما تعلمون أعزائي أن كلمة فضل موجودة في عدة آيات في القرآن الكريم. رددوا هذه الآية التي ذكرت فيها كلمة فضل 3 مرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. آية رقم 105 من سورة البقرة. هذه الآية مباركة وعظيمة جدا، لها كرامات لا عد ولا حصر لها، كلها أسرار ومعجزات خارقة تذهل العقل، وتقضي الحاجات الصعبة والمستحيلة، وتفك الكرب، وتكسر الرزق والمال والخير، وتجلب الفرحة لحياتك بإذن الله سبحانه وتعالى. رددوا هذه الآية 3 مرات جهرا، يعني بصوت مسموع. ثم بعدها صلوا على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة الإبراهيمية كذلك 3 مرات، وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: اللهم صل على عين الأعيان نقطة بداية الأكوان، صلاة تذهب بها عنا جميع الهموم والأحزان. ثم تردد اسم الله تعالى الكريم بهذه الطريقة وتقول: يا كريم اكرمني، يا كريم اكرمني، يا كريم اكرمني 3 مرات، وأنت تفكر في حاجتك أو في أمنيتك. وبالنسبة لتوقيت عمل هذه الفائدة، بعد غروب الشمس، بعد صلاة العشاء، أو في جوف الليل. طبقوا هذه الفائدة على حسب نيتكم للقبول أو للزواج أو للخطاب
أو للنجاح أو للحمل، محبة أو لرجوع شخص أو الهيبة أو تسخير تجارة أو مال أو لجلب الرزق أو لشراء بيت أو سيارة أو تحقيق أمنية أو جلب حاجة أو وظيفة أو عمل أو طاعة أو فك سحر، والتوابع وجذب قلوب الناس وجلب الزبون وتسديد الدين وفك الكرب وتسهيل الأمر، ولرجوع المطلقة لبيتها وزيادة المحبة بين الزوجين وجمع المتحابين وتيسير الخطوبة. الفائدة تهم كل الناس نساء ورجال. إن شاء الله ستحقق ما تريد وتجلب حاجتك وستجعل من المستحيل ممكن، فليس على الله أمر عسير أو مستحيل، فهو القادر على كل شيء. وبسر هذه الفائدة سترزق ما تحب وتنال كل ما تطمح إليه وتحقق أمنية غالية على قلبك لطالما انتظرتها سنوات وسنوات. وقبل الختام أتمنى من كل من يشاهد هذا الفيديو الآن أن يشترك في القناة إذا كنت من المتابعين الجدد، وأن تضغط على زر اللايك إذا أعجبك الفيديو، وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد، وأن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليقات حتى تكون صلاة فتحا لك إن شاء الله. وفي الختام أسأل الله العظيم أن يجعلكم من أسعد السعداء، وأن يتم عليكم النعمة والهناء والصحة والشفاء، ويرزقكم تحقيق أمنية غالية على قلوبكم. آمين آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم في خير.